فهمانة؟ ماشي. كان ما في حدا خلينا اروح مقعد ومقعد. يا حرام عليكم، بس روح دلال دلال ماما والبابا خلي ليه اسمه تجي اذا بتعي احكي لها لماما تكسر لك عظامك، فهمانه؟ والله فرجيكي نجوم الظهر. ماشي ماشي ماما، ولا ماما بس تكون سعد حرام سعديدي جهنم تحرق انت وياه. روح يلا اسمه تجي. انا زي سعدك مقعدي. واو على الدراما الكوين. الله سامي كل سوك معه. تضربي منك لالا. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. كيف كان اليوم؟ منيحة يا نفسي، انت كيفك؟ منيحة. يلا افتحوا على الدرس 27. ايه اسف النسيان، شنطايتي بالبيت. مو مشكلة حبيبي مو مشكلة، انت ضل مستمع. يا مستمع ليه انا وقت انسى كتير بتفضحني. ايه والله يقطع عمره، حتى الانسى بتحبه. شوفي شوفي قلتك صوت الانسى. شلونك عني يا ولاد؟ والله نفس الصوت. حتى الأنسة بتنمروا عليها، مو حرام عليكم؟ ما دخلك اسمة الجن. لا تدخلي بشي ما بخصك، فهمانة ولا؟ ماشي ماشي. زدي بوزك لا تحكي تاني مرة. خذ يا ابني هذا الكتاب. وينه؟ شكرا يا أنسة. العفو منك يا ابني. يلا افتحوا على الصفحة 27 الكل اشوف. شو فهمتوا من الدرس يا اولاد؟ هاتوا احكوا لي. انا الغني لازم يساعد الفقير، ولازم يساعد المحتاج، وما بصير نحكي انت عم تنمر العالم. ايه الحمد لله انكم فهمتوا. يلا ليكو دق الجرس. يلا قوموا بسرعة. يلا اللي عنده أكل بده يأكل خلي يأكل، اللي بده يطلع برات الصف يطلع. يلا أنا رايحة أشرب قهوتي. تمام يلا أمان الله. خلصت من الصف. أنتي شو جايبك اليوم؟ جبت همبرجر. باين من العلبة. جبت صار لي 10 سنين بلا سويت لي يا بنات المشتي يأكل، تفضلوا كلوا معي. مين قال لنا بناكل معك؟ سيدك ولا؟ هاتوا اكلي، مو حرام عليكم، اترككم بس كل شوي. يا ولد هذول اخواتي ما عندهم احساس خالص بالناس بوكس تبعيكم. شكرا لك يا بنت، الله يسامح اخواتك. يا حنونه انت احسن من جبلت. معي حرام يا ولد، ماما ما راح تطلبك. وانت ايش دخلك؟ دخلك حبيبتي انا رجعي على بالي اكل من اللاش بوكس تبعه. انت ايش دخلك؟ انت اكلت شيء ما اكلت؟ يلا مرعي. وفاء شوف طلع على الباحة. ايش رايك؟ الله مو طلع على الباحة مو ينزل من الدرج. الله خليني اكلت له لودلين وبيستحلط. والله بكره حلوة. امشي خلص يا حاج الله هو بسرعة. خلينا نروح بسرعة من هون. داي الله خلينا نتخبى ونشوفه شلون طبعا نضحك عليه. خلينا نروح من هون. الله عارف انه نحن هيك سوينا. نروح للآسف. والله ما بشوف،
مين؟ ايه بس بسمع ادينا 10 على 10 بس احنا ما بنحكي الصبح ما خصوص اسكتي اسكتي مش مش البيت لانه عظامي كثير عم بيوجعوني. ماما اذا شافتني بدها تزعل علي كثير وانا ما بدي افرجي ماما انه وقعت كرمال ما ازعلها. مين اجى؟ هو بدنا نتركه خلينا نروح نستلى فيه شوي. وفاء اجتني فكره، ايش رايك اشيل نظاراته من عيونه وهيك واسدتهم بالارض واخسرهم هيك بيجري؟ يا الله خلينا نستلى خلينا نستلى امي يلا خلينا نروح. مين انتو؟ مين اخذ نظاراتي؟ يا عالم يا ناس ساعدوني. اخذت لك نظاراتك، بدك شيء منه؟ كوني نوين. يا ويلكم من الله، يا ويلكم من الله يا رب، يا ويلكم من الله. ليه بدك تكسري لي يا ول؟ انا شو عملت لك؟ مو حرام عليكي؟ هيك جوزك يلا حرام عليك انت وياه. خذ يلا هدول نظاراتك. يا وعد بكسر فيهم. بدك تعطيني اياهم؟ والله لا ولا لا انت والله. يا الا مين سال عليك؟ مين اللي كسر لك؟ اصلا انت اعمى، مش عارفك مين اللي كسر لك نظاراتك، انت كذاب. ايه انا عم بتعيروني انه انا اعمى، ما بتخافوا الله انه سويكم مثلي. غبي، خذ يلا. بدي امشي امشي اختي بكي. امشي. الو شلونك؟ ليه هيك صوتك؟ انتي بالمستشفى وتعبانه؟ يو تبلي قلبي ان شاء الله، خمس دقايق انا بكون عندك، رايحه احط شعبان عند جارتي وبعدين بجيك. تمام؟ يلا يلا ماشي ماشي سلام. شعبان شعبان يا ماما، شعبان حبيبي شبك شوفي؟ ليش هيك مزعوج؟ طيب تمام تمام تمام، يلا حبيبي الله يوفقك، قوم بدي احطك عند جارتنا يلي ما قابلنا. تمام؟ قوم الله يوفقك. في عنده ايه جارتنا، في عند بنات الحبابات هيك ولطيفات بروح معك اصلا على المدرسه كل يوم هنن. يلا قوم حبيبي قوم. ما ما ماشي. يلا يلا حبيبي يلا يلا بسرعه بسرعه بعدين بشوف شو فيك. يلا حبيبي يلا لا تاخذني لانه خالتك بالمستشفى ولازم الحق اروح لعندها بسرعه. يلا حبيبي يلا 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 عمري يلا يلا. وين نظاراتك عمري؟ وين نظاراتك؟ ضيعتهم ماما هون بالبيت، ما عرفت وين حطيتهم. ضيعتهم هون بالبيت؟ ايه حبيبي مو مشكله بعدين بدور لك عليهم. يلا يلا هلا امشي امشي امشي، خليني اروح اوصلك قدامه، خليني اروح اوصلك عند بيت الجيران وبعدين اروح. تمام حبيبي لا تسوي مشاكل. يلا يلا ماما يلا يلا وصلنا، ان شاء الله يكونوا بالبيت يا رب. اكيد بالبيت. تفضل تفضل جاتي. الله يزيد فضلك، انا ما لي جاي اتفضل لعندك، بس معلش تحطي لي ابني شعبان عندك لانه بتعرفي يعني ما بيحسن بيقوم بواجباته. تفضل انت مثل ابني يا عمري انت. روح روح حبيبي روح. روحي انت ليه؟
والله يا روحي عندي اختي بالمستشفى ولا يا رب. الله يسلمك يا رب، انا لازم اروح كثير مستعجله. يلا مع السلامه حبيبتي، بس ديري لي بالك علي، خلي لي عينك يا علي، تقبري قلبي ان شاء الله. يا ربي يا ربي اما تيجي الاسانسير. تفضلي يا عمي، انتظر بلاش كم شهر لبني ما تجهز. تفضلي يا عمي تاكل لبني ما تجهز الطبخه. يلا بقي لها شوي تجهز. واو صديقي شعبان، شلونك يا ماما؟ تعال نلعب. يلا لا تلعبوا لا تلعبوا، عودوا كل لبني ما تجهز الطبخه. يلا ماشي خالي. ما لك هذا الجاب على بيتنا؟ تخيلي احكي لها من كل شيء. لا ما بصير احكي لها، لا ما بصير احكي شيء لامي، اذا حكيها بتحبسنا بالغرفه. لا 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 شو يلا بس شو انتبه علي شو بدي اسوي وبس. عاوزة تغير ذنبي، هلا ماما بتجيب لك صحنك. تفضل يا ابني. يسلموا خالته. اطعميك؟ لا شامونتي لا تعذبي حالك، انا باكل لحالي. خالي والله انا ما سويت شيء والله. عادي عادي لا تاكلها، ما عادي بسيطة. الله يسامحك انت وياها. اوصل تمك ما راح تفتح اذا بتحكي وغيب وضلي خرسانة. ليش بدنا نخلص مال؟ تركيني افكر شوي. قصدي منك يا قصدي، قصدي جابوا على بيتنا هذا؟ ما بعرف. اما انت هون؟ انا هون انا هون تعبره. يسلموا خاله. خاله بدي ماي. بدك ماي؟ مصاري؟ عبير شايفين هدول مصاري؟ ايه شايفتوا ليش في؟ خلينا نظن يا غبية. يا امي ما راح تحس انه اخذناهم يا غبية. تكملنا هذا الحيوان هو صار يا غبية ما خلينا نهضر. اي والله اي والله دي فكرك تهنمي. امي 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 Thank you.
بتساوي ولا؟ ما عم بساوي شيء. منيح. قوم زحلي شوي عند ابرك هون، قوم قوم لك قوم يا. خلص ما عاد اقعد جنبك، انا رايحة. يا الله ضلي هيك عم عاملوني، الله يسامحك يا امي، ليه جبتيني لهون؟ انا بالمدرسة مالي خلصان منهم. وفاء وفاء يا بنتي؟ مالك شايفة لله امي ما اجت؟ وفاء مش هيبين هو الحرامي؟ خلينا نجيب اللي بغرفتنا كرسي الدوار وبعدين نبركوا عليه وندور ندور ندور وبعدين يكتب بعدين بين هو الحرامي وامي تشوف المصاري اللي بجيبه وبعدين تقلعه من البيت ونخلص منه. يس والله يا والله فكرتك مظبوطه. لقيت شخص ثاني، يلا قوم جيب الكرسي. يلا 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 بسرعه بسرعه يلا روحي. وفاء وفاء شوفي شوفي برافو عليكي جبتي. شعبان شعبان قوم 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 طلع انا وياك من اليوم رايح ما رح نعملك سيء. قوم تعال العب برافو عليكي. يلا يلا تعال اساعدك. عن جد بدكم تلعبوني معكم؟ يلا يلا تعال تعال. والله كنت مفكركم كثير شريرة طلعتوا حدونا. ماشي وانا بروك شايل اللعبة. لعبة حلوة كثير حلوة كثير حلوة كثير حلوة كثير حلوة كثير حلوة كثير حلوة. الله يسامحكم كسرتوا لي ظهري. خالتو خالتو وينك؟ خالتو تعي ساعديني. خرخري ابني انتبهي بالارض. خرخري يا ابني قوم قوم جلس. اخ 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 كنا عم نلعب احنا وياه. ماما ما ما سوى له شيء. ما سوى له شيء. يلا يلا حصل خير قوم ابني قوم. تمام تمام خالتو ايمت بدها تيجي ماما؟ هلا هاتي اللي هي على الطريق. وين مصاري كان هون يا بنات؟ شو رايك؟ ايه كان في مصاري هذا هو اللي اخذه. هو سرقان. هو سرقان. سرقانك مصاريكي. هي سرقاني مصاراتي. اعطيني اياهم لحرامي. لا لا خالي والله انا ما بعرف. لا لا خالي انا ما بمد ايدي على مال غير حدا. اصبح شو هذا اللي بجيبك؟ والله ما بعرف انا من وين هذول اجوا ما بعرف والله. ما بتعرف عم تسلب علي. يلا انقلع برات بيتي. خالي بس بس اسمعي لي. ما راح اسمعك. خالي انتي انتي بس سمعتي لي بس مرة. بس اسمعي لي. ما راح اسمعك. بدي احكي معك بس خليني احكي معك. طلع ما راح. خالي بس اسمعي لي. ليه عم تضربيني؟ خالي خالي مرة حاج بس اسمعي لي والله ما سويت هيك شيء. ما مرة الا من بيتنا ولا يلا حرامي سرق. حرامي سكر الباب. شلون انت مشيتوا؟ الا من بيتنا بدنا نطلع غير اخيرا. يلا انت روح عم تفتح حد. ماما ماما هذول اخواتي كذابين. مو عم تقولي اخواتك كذابين. روح على الصف ما ادري اشوف وشك. ماما والله حطوا مصاري. ماما والله حطوا المصاري زي بالواطة وكبر المي وعن اندومي وسحب الصحن وبالمدرسة وعبوا يعبدوا له بالمدرسة. والله ماما لسه ديهم كذابين الوقت ما سوى شيء. عن جد عم تحكي يا بنتي؟ يو يا نزلت بحقه. يا ولدي يا ولد تعال تعال كثير اسفه امه. بعد ما قلعتيني ودفشتيني اسفه والله كثير اسفه. الله يسامحكم اعطوني عصايتي. وفاء عمي تعال. الله يسامحكم خلي اعطيني عصايتي الى الماما. اسفه اسفه. وفاء عمي تعال عني بسرعه. يلا تعوا، تخافوا من الله يساويكم مثله؟ يلا تدرخوا
اسفين يا شعبان، نحن بنعتذر على كل حركتنا عملناها الغلط عملناها. بادي بادي عمي، بادي عمي، انتوا بتقولوا لي على طول اسفين وبعدين بتسووا في شيء فيني شيء ابشع، بطلت اصدقكم، انا بس بدي هلا اروح على البيت. لا 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 خلص ما عم تعمل لك شيء، نحن اسفين كثير. سامحنا مشان الله. هاي المرة سامحتكم. بس لا ما لا ما تضربوني ماشي؟ ماشي. والله شكله ما سامحنا، عملنا كثير. الله يسامحنا على هيك عملة عملناها. يا ريت ما لنا مسويينها غلط، الله يسامحنا بس. اي والله الله يسامحنا يا رب على هالعملة اللي عملناها. وانتوا صغار لا تعملوا غلط ولا تنمروا على حدا. وصيروا دائما قلبكم طيب، حبوا الناس وحبوا بعضكم. لا تنسوا تكتبوا تحت بالتعليقات انا دول حبيته اكثر شيء، انا ولا وفاء ولا شعبان مين كان تمثيله احلى، اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. ولا تنسوا لايك واشتركوا بالقناه وكثير بنحبكم. يلا سلام.